شاء الله يعطيني غير حافز نزيد نتألق وما نعاودش الأغلاط اللي كنت درت شحال هذا. والله ما نقدر نوصف لك، والله ما عرفتش وحق الله، راه داك الشيء يبين لك ضروري يكون الضغط، وضغط كبير، ولكن الحمد لله مع الوقت نتخلصوا عليه ان شاء الله. دموع الفرح هو الهدف، كان هذه البنت خويا سفيان اللي تزات عنده بنيه، كنتمنى تدخل عليه بالرزق ان شاء الله وتدخل علينا كاملين بالرزق. واش الهدف اكبر نقولوا؟ ربما يرسم مسار اخر بحال اللي كان علم عليه سفيان. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم، وشكرا بزاف.